بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله نهدى في هذا الفيديو سنقول لكم علاج الانتفاخ عند الأبقار والماعز والأغنام وجميع الحيوانات اللي عند علاجها في الانتفاخ في البطن. قبل بداية الفيديو أتمنى أن تضغط زر اللايك والجرس ليصلك كل جديد وغريب في هذه الطبيعة الخضراء زي ما شايفين طبعا، ولا تنسى تعليقك الجميل في الفيديو. وزي ما شايفين ده شكل البقر بشكلهم الجميل والرائع. هنقول لكم 5 معلومات عن علاج الأبقار عشان ما يجيلهاش انتفاخ وتخفيف الانتفاخ منه. أول حاجة البلح، الناس اللي بتوكل البلح الكثير مضر جدا في علاج الانتفاخ عند الأبقار، يعني عامل جدا بيضرها جدا جدا في البلح ده، بيضرها جدا جدا في الانتفاخ. ثانيا برضو العيش، يعني الناس اللي بتقول لك عايز اوكل العيش عشان العلف الكثير، لا ده غلط جدا جدا. العلف ما بيكون ما تهمش عيش كتير عشان ما يقولهمش الانتفاخ في المعدة او البطن زي ما شايفين. زي ما قلت لكم يبقى كده قلت لكم ان ايه البلح الذي يضر في المعدة او في البطن الذي سينفخ البطن، والعيش كذلك. طبعا برضو البرسيم ما فيش اي ضرر ولا اي حاجه، في ناس كثير هتكتب لي فيها الوصف في التعليق، قصدي عفوا هكتب لي فيها التعليق ان البرسيم بينفخ، اللي هو البرسيم ده بينفخ اهو، البرسيم ده بينفخ لاي حاجه كده. لا ما فيش اي حاجه في الكلام ده، ما ينفخش ولا ما فيش اي حاجه خالص زي ما شايفين. طبعا برضو البرسيم ده بيفيدها جدا، بالعكس مش بيضرها ولا اي حاجه خالص، بيفيدها جدا جدا اهو. ده منظر البرسيم بيفيدها جدا جدا مش بيضرها خالص. برضو القمح بيضرها جدا لانه فيه غلي او الشعير. القمح ايوه القمح بيضرها، والشعير برضو، مش الشعير المزروع، في شعير الناشف ده اللي فيه الغلي، ده خطر جدا على البقرة في الانتفاخ، يعني غلط جدا جدا عليها في الانتفاخ في البطن زي ما شايفين. هو ده منظر البقر. طبعا برضو زي ما شايفين برضو علاجها زعف الشجر، اللي هو ده زعف الشجر ده مضر جدا للأبقار، او ما تعطيش الزباط البلح دي اللي فوق دي ما تطهاش للأبقار عشان ما يجيلهاش اي ضرر، يعني الزباط دي اللي فوق اللي ناظرينها دي الصفرة دي ما تطهاش للأبقار لانها بتجيب ضرر جدا جدا في الانتفاخ. والعيش كذلك يجيب ضرر في المعدة، يصيب المعدة في بعلاج الانتفاخ. ولو طبعا لو عايزين هنقول لهم الطريقة لتخفيف المعدة، الطريقة هي هتمسك البقرة من هنا، تمسك البقرة وتجيب خرطوم. انا دلوقتي بس مش معايا خرطوم، هتجيب خرطوم وتدخله جوه، بعد ما تدخله جوه هتجيب الخرطوم، بعد ما تدخله جوه هنا، بعد ما تدخله هنا جوه في بوزها، ويوصل بعد ما يدخل فيها الزور، ثم تضغط على البطن، تضغط على البطن لتخريج الهواء الزائد في البطن. الانتفاخ ده فيه هواء زائد في البطن، فعشان كده هو ده علاجه. يعني هتعمل ايه؟ هتجيب خرطوم مية عادي وتحطه في بوزها، تدخله كده، بعد كده هتدوس على بطنها، هتدوس عليها، هتدوس هنا زي ما قلت لكم. وهي دي الطريقة الصحيحة والسهلة جدا، ولا تقول لي حجن طريقة سهلة وطبيعية لعلاج الانتفاخ في البطن. وهو ده مهم جدا، وده منظر الأبقار. طبعا
لا تنسى أن تشترك في القناة وتضغط زر اللايك والجرس ليصلك كل جديد وغريب في هذه الطبيعة الخضراء. زي ما شايفين ده منظر الأبقار وشكلهم الجميل. وهنا تكون نهاية الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.